شوف انت فين. المرة دي زبون سقع. شجينا امين صبح من اكبر تجار العملة في مصر وصاحب شركات دولاراتكو للصرافة. كل اللي انا عايزه منكو انكو تطمعوا. جاهز، والراجل اللي كلمني في المكتب فهمني على كل حاجة، بس كان لازم تشرفنا في المكتب عشان تنوروا وتباركوا. بوركتي يا أخي، ولكن الوضع حرجي ولا نستطيع الحضور لشراء هذا الكم من الدولارات. إلا ولفتنا الأنظار إلينا. أنا برضو قلت إن الموضوع ده في إنا وراه حاجة، والفلوس دي راح الحتة مش مظبوطة. عموما بانجو مخدرات أطلب. ويحك ويح. يا عم انت الفلوس دي عشان ايه؟ لن تنعم امريكا بيوم هادئ بعد اليوم. بس انتوا لمؤاخذه كده بقى هتضربوا لنا السياح. لا تجعلني اضمك لزمره الخونه والفاسقين يا نبيل الدين. نبيل الدين مين يا عم انت؟ طمني، فلوسك جاهزه؟ بارك الله فيك. غبية بس موسى خسيت. تعمل مشروع تجيب ارباح. انت عامل نفسك كده ليه؟ رايح حفله تنكريه؟ ده مايو اخ مراتي وفي نفس الوقت خلي الولاد. ازيك يا مايو؟ ايه اللي جابك هنا؟ ده الموضوع جد بقى. طب اطلع بقى. اوعى كنت عاوز الدولارات ليه يا ولا؟ ويا ترى فلوسك المصري مترقمه ولا مضروبه؟ ويا ترى دولاراتي لسه خضرة ولا قلبتها موف؟ مفيش حد في الدنيا دي يقدر يضحك على نبيل صبحي ابدا. لو قوي ما تحضرش العفريت كده بقى ما تعرفش تصرفه.
كده. تاخد بعضك وتطلع على شقتك وهبعت لك دكتور بسرعه. بسرعه ده بيموت بسرعه. الحمد لله على السلامه. بوبو انا قررت ابطل. كويس. هتبطل ايه؟ تبطل شغل. صح كده يا مايو، انت كده صح. صح ايه انت رخم؟ بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ لا طبعا بتكلم بجد. لا بتهزر. بوبو ده قراري مش هرجع فيه. لا ده مش قرارك. ولو قرارك ويخص ناس تانيين يبقى لازم تستشير. يا عم انا زهقت واديك شفت اخرتها، ما انا كنت هروح فيها. عادي جدا. بتحصل كتير، كلنا عايشين في خطر وعارفين احنا ما بنشتغلش في بنك. يا ريتنا بوبا كنا شغالين في بنك. ايوه. ولما نقابل بنت الحلال نقول لها استني بقى عشان هنكافى 10 سنين نجيب حق نسكن فيه، تسيبنا وتروح تتجوز، نلطم زي النسوان. بوبا الله. سيبيها ليلي. بس لما نلاقي بنت الحلال يا استاذ لازم نحبها ونحترمها. نعمل لها بيت. ونحميها من الدنيا اللي احنا مش عارفين نحمي نفسنا منها. ماشي يا كبير.